خير، مساء الفل، عاملين ايه؟ وصباح الخير لأي ناس موجودة في أي دولة تانية لسه عندهم مثلا الصبح أو الظهر. فكده كده صباح الخير ومساء الخير بتمشي طبعا مع الكل، وقلت ما أقول لكم السلام عليكم عشان اللي عايز يرد السلام يرد السلام. طبعا أنا قاعدة في أمان الله، والله لا بيا ولا عليا. فوجئت لقيت تليفون بيرن بقول لي حضرتك معانا الأستاذة ضحى. قلت لهم أيوة، مين معايا؟ قال لا، أنا سنتر أو مصنع رضوان بمحافظة الدقهلية. قلت له أيوة أنا معاك، خير؟ في حاجة؟ أنا بحسب في حاجة حصلت. فقال لي في حاجة كده بسيطة جايبينها لك، واعتبرها كادو مننا ويا رب تعجبك. فانا طبعا يعني انا كنت متردده ان انا اخدها. وبعدين قلت له انت بتشتغلني ولا بتتكلم جد؟ قال لا والله بتكلم بجد. قلت له طب ماشي سهله. ففوجئت ان هو بعتها لي، نقدر نقول مع ايه، مع اللي هما بيجيبوا باسمها ايه يا عبيه. المهم بعتها لي دليفري مع الناس اللي هي بتجيب حاجات وتوزع حاجات على المحلات. لقيت تليفوني بيرن، فبرديت لقيت بتاع الدليفري فبيتصل بيا. قلت له ايوه انا. لقيت هو جايب لي هديه جامده جدا جدا. من ضمن الهديه الحلوه دي الاسدال اللي انتوا شايفينه ده، اسدال روعه من عند مصنع الرضوان، بيبيع طبعا بسعر الجمله وبيبيع بارخص الاسعار واسعاره في متناول الجميع. انا طبعا والله العظيم يعني هو لما هو اجاب لي الهديه فلابد ان انا برضو اخدمه. قلت هطلع اعمل لك ريفيو. حتى كان هو اصلا يعني متضايق، بيقول لي لا ما تعمليش ده، حاجه كده لحضرتك على الحاجات اللي انت بتقدميها الحلوه الجميله، الروتينات والطاقه الايجابيه اللي حضرتك بتقدميها. قلت له طبعا لابد ان انا اطلع اعمل لك ريفيو، وطبعا لابد ان انا زي ما هو خدم يعني زي ما هو هداني انا هديه. وان شاء الله اقول لكم على اسم المحل اللي هو موجود عندنا مدينة السنبلاوين، ارض المحلج، سنتر الرضوان للملابس الجاهزة بجميع انواع الملابس، من الصغيرين من حتى من عندي اللي هو لسه مولود بقاله شهر يقدر يلبس من هناك، لعندي سن مثلا 50 و60 سنة. جميع انواع اللبس، السيدات، محجبات، كل الحاجات اللي هي تناسب كل واحد واسلوبه في الطريق في اللبس موجودة عند مصنع الرضوان. وده طبعا المصنع اللي هو خاص بالرضوان. المصنع ده اساسا هو اللي مؤسسه، وبناء على كده بيعمل حاجات موديلات جميلة جدا، وبيعمل حاجات يعني نقدر نقول حاجات حلوة بتناسب العصر اللي احنا يعني ماشي على الموضة بالبلدي كده، ماشي على الموضة. الحاجة دي جميلة جدا عجبتني. أنا طبعا مش عارفة أجيبها لكم ازاي، هوريها لكم اهي. شايفين ده الإسدال اللي أنا جايباه منه؟ معلش محدش بيصورني، ما تيجي تصوريني يا كوكو أهو. بصوا جايبين لحد فين، ده الإسدال. بصوا جايب لحد الرجل من تحت، حاجة حلوة وحاجة جميلة. بصوا كمان انا قلت برضو لما جات لي الهدية طبعا مش بصوا مش هفتحها لوحدي، او ان انا اقعد اقول لا الهدية دي مش هوريها للمتابعين، لا انا برضو هحاول اوريكم الهدية. هدية جامدة جدا وجميلة جدا. وانا عن نفسي بيني وبين نفسي كان في نفسي يبقى عندي تريننج من زمان، بس مش اي تريننج طبعا. هفتح معاكم الهدية وشوفوها كده وقولوا لي ايه رأيكم. طبعا بصي يا جماعة، روعة روعة روعة. كان بيقول لي فيه لون بينك ولون تاني، فأنا طبعا قلت عجبني اللون ده قوي، بس روعة. أنا هلبسه دلوقتي وأوريهولكم. على فكرة الماركة أديدس، خامة وماتيريال، وبصوا حاجة جامدة، حاجة روعة. كان فيه بينك بس من غير زعبوط، أنا بحب الحاجة يبقى لها زعبوط. أهو التيكت بتاعها لسه أهو، عشان بس الناس تاخد بالها وتعرف. فانا قلت اما اعمل ريفيو، لان الشخصيه دي شخصيه مؤدبه جدا، شخص محترم. وادي ظهر الخلف بتاع الترنينج اديدس، حاجه روعه، حاجه جميله.
وسعره هو ما قاليش على سعره، بس انا سألت سعره 200 جنيه بس، سعر التريننج ده 200 جنيه بس. فرضوان عمرو رضوان صديقي من زمان واخويا طبعا، وشخصية مؤدبة ومحترمة، رجل اعمال محترم جدا، عنده مصنع رضوان، وكمان عنده سلسلة محلات ملابس محجبات وملابس نقدر نقول كاجوال وملابس اطفال وجميع انواع الملابس اللي انتوا تحبوا، وحاجات بقى بصوا جميع المقاسات، جميع المقاسات. يعني انت لو دخلت سنتر الرضوان اللي هو سنتر او محل الرضوان عندنا في مدينة السبلاوين، ارض المحلج في المقابل اسواق تكساس، هو عند اسواق تكساس كده عند كشري نور القديم، المحل بتاع عمرو رضوان هو عند كشري نور القديم في المنطقة دي، وامام اسواق تكس للملابس برضو. بس انا بصم حاجة روعة، حاجة جامدة، حاجة شتوي بتدفي، وكمان متبطن اهو من بره، والالوانات روعة روعة روعة، جميع الالوان هناك روعة. انا بقيت محتارة بصراحة يعني، وشفت البنك والرصاصي، وبص البنك والرصاصي والزيتي، بس انا بحب اللون اللي هو اللبني ده، وبقى اللون النيلي ده بيبقى جميل قوي، وده برضو طبعا من عنده الاسدال الروعة ده. ايه عرفة؟ معرفش عرفة مين، شايفين ده الاسدال جامد وجميل اهو، واسع وحلو وروعة روعة روعة. بصوا ادي الكم اهو، ده الكم ممكن تلبسيه على اي حاجة، تلبسيه على بنطلون او تلبسيه مثلا على جيبة، بيمشي بيمشي روعة روعة. انا بص هقسلكوا التريننج، لان التريننج خطير خطير في اللبس. الترينج طبعا ليه بنطلون، البنطلون بتاعه برضو نفس الخطين دول عليه، وروعة. سدوني ثانية واحدة هغير لكم وهوريكم التريننج. بصوا يا جماعة، شايفين الشياكة؟ شايفين الأناقة؟ ده الترنج اللي عجبني روعة، عارفه عمرو رضوان. وطبعا كل متابعين ضحى شلبي لهم ديسكاونت، يعني اللي يروح يشتري حاجة من هناك ليك ديسكاونت. ثواني بس هقفل لكم الترنج وأوريه لكم، بصراحة روعة، حلوة أوي في اللبس وشيك، ويعتبر مش بفلوس، 200 جنيه مش فلوس. وقال لي اي حد يجي تبعك يا استاذه ضحى، طالما انت مصممه تعملي ريفيو على الحاجه، اي حد يجي تبعك هعمل له ديسكاونت. ثواني بس هقفل، هقفل السوسته بس، مش ممكن يتفتح برضو، ممكن يتقفل زي ما انا هقفله دلوقتي. خليكم معايا، بسم الله بسم الله. شايفين الخرافة بقى في كده؟ الزعبوط بتاعه، الزعبوط شايفين؟ عمرك شفت حلاوة أكتر من كده؟ شايفين؟ يا سلام. أنا بقول له شكرا مستر عم، وليه جيبين على فكرة اهو، ثواني بس. وعلى فكرة ليه جيبين، هوريكم الجيبين بتوعه. بصوا يا جماعة انتوا شايفينه كده، معلش ده التيكت بتاعه اهو، روعة روعة روعة. قمر ما شاء الله طبعا حلو قوي قوي كمان، والزعبيط بتاعه جامد جامد جدي. احب انا بقى الحاجات دي، بحب انا الزعبيط والحاجات دي، احب البسها. والجيوب اهي حاجة جامدة، حاجة روعة، والبنطلون بتاعه رائع رائع رائع. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ بصوا انا اللي بحل الحاجة عامة يعني، مش الحاجة اللي بتحليني، بس بصراحة روعة 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 بجد. انا فرحانة جدا جدا، بقول له شكرا يا عمور على الهدية الحلوة دي الجميلة دي،
وان شاء الله كده نجاملك في الافراح. وانا قلت ما اعمل ريفيو بقى على الحاجات الجامده والهدايا اللي بتجيلي دي، وان شاء الله في ريفيوات تانية كتيره هعملها معاكم. بس ايه رايكم؟ ده رجال لا بيمشي حريمي برضه. بصوا ما عادش حاجه اسمها رجال وحريمي على فكره، هو التريننج اساسا معمول للبنات والستات، اي حد عايز تريننج هو عنده. بصي استاذ دكتور عبده، سيبك بقى من الفكر اللي انت عايش فيه، ما عادش في حاجه اسمها ما عادش في حاجه اسمها ستات، وما عادش في حاجه اسمها يعني لبس رجالي. اهو يا جماعه اهو رجالي فين بقى؟ ايا كان حتى لو رجال عاجبني، شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا علاء؟ كويس. قمر ما شاء الله، شكرا يا عمور حبيبي، شكرا. من اشد المتابعين عمرو العتيبي، شكرا يا عمور وشكرا ليكم. وطبعا الخاتم الازرق اهو عشان يبقى الطقم شغال كله على بعضه. طبعا الترنج ده لما عجبني لسه هجيب البنك. انا قلت له عايزه اشتري البنك وعايزه اشتري اللي هو رصاصي. طبعا انا عملت ريفيو داخل المحل، هنزل فيديو بعد اللايف ده ان شاء الله عشان كلكم تتفرجوا وتشوفوا. انا بس لو حد يصور مش عارفه اعمل ايه، هوريكم البنطلون ازاي. بنطلون روعه روعه روعه. بص الطقم كانه جاي متقسم عليا، ومش عامل ليا بطن ولا اي حاجه، حاجه جميله. وانا مليش ولا ايه؟ طبعا ليك كل حاجه ان شاء الله. اللي انت عايزه. بس ايه رايكم يا جماعه؟ لا بجد والله، ايه رايكم؟ انا مش عارفه اوريه لكم ازاي. ثواني 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 ثواني، ايه رايكم كده؟ بس مش عارفه اوريه كل البنطلون ازاي. ده بصوا ليه جيوب اهي، ما البنت بس لو تصور هجيب لكم كل حاجه، قصدي مش كل حاجه قوي يعني، هوريكم. شايفين البنطلون كده؟ شايفين اهو، شايفين اهو، جوز جيوب روعه. شايفين مقسم مجسم والله جامد. فعلا ده ب 200 جنيه بس عند عمرو رضوان. عامل كام؟ بصي يا دكتور عبده عامل 200 جنيه، ده عامل 200 جنيه. وعنده بقى جميع الالوان، عنده زيتي وعنده نبيتي وعنده بينك وعنده رصاصي، جميع الالوان. بصوا روعة. ايه رأيكم في الشياكة دي؟ ايه رأيكم بقى؟ انفع موديل؟ ايه رأيكم؟ انفع موديل ولا ايه؟ روعة روعة. مش عارفة اطلع لكم فين عشان بس اوريكم الشكل العام. ثواني اطلع الكاميرا عشان انا قصيرة بس. اهو اهو، حلو قوي 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 كمان. ايه رأيكم؟ وليه جوز جيوب اهو، شايفين الجوز جيوب؟ روعة روعة روعة. اللي حابب بقى يفتحه يفتحه، اللي حابب يفتحه يفتحه، فاهمين؟ ايه عنوانه فين؟ اللي حابب يفتحه يفتحه. انا هسيب لكم العنوان، واهو شايفين السوسته مريحه جدا. ولو انت لابسه بلوزه، اللي لابس بلوزه حابب يفتحه يفتحه. والظهر اهو، معلش مش عارفه اوريكم الظهر. الظهر طبعا اهي، وادي الجيوب اهو. واو. واللي عايز يفتح كده يفتح. روعة روعة روعة، جميل وشياكة وحلو. وطبعا اللي عايز مثلا عنده عايز يشد بلوزة، عايز يعمل اي حاجة، يقوم فاتحه كده يفتح معاك برضو. ايه رأيكم كده في الجمال والحلاوة دي؟ معلش بقى يا جماعة، انا اللي بصور نفسي والله. بنت بقى عنوانه فين؟ عنوان عمرو، محلات عمرو رضوان، امام اسواق تكس، امام اسواق تكس. مش عارفه اجيب لكم ازاي. انت عارف عياده الدكتور، الدكتور اللي هو ابن الاستاذ تامر حلمي؟ عارف دكتور عياده دكتور تامر حلمي بتاع التحاليل يا دكتور عبده؟ هو تحت من تامر حلمي. ايه رايكم بقى؟ يا رب بس يكون الفيديو عاجبكم. تنسناش من لايكات، تنسناش بقى من كومنتات. وانا هسيب لكم اللينك بتاع العنوان ان شاء الله عشان تتواصلوا.
عنوان محلات عمرو رضوان، أرض المحلج أمام محلات تكس، بجوار كشر نور القديم. يا رب بس يكون الحاجة عجبتكم وأكون رديت جزء من جميل عمرو رضوان عليه، لأنه أخ وصديق وحبيب، شخصية مؤدبة جدا. أيوة في منطقة المعارض كده، بس عند انت بس روح عند صيدلية أبو الفتوح، عارف صيدلية أبو الفتوح؟ عند صيدلية أبو الفتوح، هو في سلسلة كده محلات، ليه محلات، محل كده نازل كده تنزل لسلم لتحت، هو فاتح كده في المحلات اللي تحت. بس حاجة روعة، حاجة جامدة، حاجة قيمة، اخرج بيه، اروح بيه اي مكان، اروح بيه النادي، ممكن احضر بيه بس مش قوي، مش افرح يعني، ممكن مثلا احضر بيه اي مناسبة عادية كده يعني، حاجة شياكة وجميل وفخم، حاجة فخم وحاجة حلوة قوي. وانا مش هستخسر فيكم حاجة، لان ده حاجة جامدة والحلو لازم يتقال عليه حلو. وشكرا ليكم، والسلام عليكم، باي باي.